اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، نحن الان معكم من فعاليات بلديه محافظه راس تنوره الرياضيه، فكونوا معنا. الثاني يخسر، يقول اللي يفوز مبروك واللي يخسر هارد لك. ما عندنا الا اشياء تقديريه انا وزملائي، لا هي ان شاء الله لا هي بالتعمد، واذا نجحنا فان منكم ان شاء الله باذن الله تعالى بعدكم. نجاحكم مجير لنا وللجنه وللبطوله والمسمى هذه البطوله. ما راح اطول، نبدا بسلام وننهي بسلام، وهذا حال الكره وانتم عارفينها. وبيض وجهك ما قصرت. Thank you.
بالفريق او بالفانيله الكحليه سبحان الله. الشهري يا الله الشهري حاضر لا يستسلم في هذا المباراه. يصل حافظ مدينة أخلاف المنورة الأستاذ عبد الوهاب البوهي. نعم ومن يسمع الآن عياد الحفظ يصل لكي يستعلن لقاء أكبر أكثر قدموا له الشعور هذه العقود يا حبيبي. نعم لا يمكنك العقود أمام أمير وذلك أيضا الصعب والذي على موضع النجوم كادت ان تعلن على
الله الرحمن الرحيم. مساكم الله بالخير جميعا. أشكر محافظ رأس النورة على رعايته لهذا الحدث الرياضي المميز، وأشكر المهندس صالح الملحم لتبنيه هذا الإنجاز، وألف مبروك رأس النورة ومن تقدم لا تقدمي. شكرا. بالنسبة للبطولة ذي، هذه كانت مؤسس لها بينها تكون امتداد لليوم الوطني، وهذه الفكرة قام بها سعادة المهندس صالح الملحم، وكوننا لها لجنة للإشراف على سير العمل في البطولة. بفضل الله كانت ناجحة، وبشهادة الجميع وبالحضور الذي شفته اليوم، هذه أول بطولة تقام في رأس النورة بهذا الشكل، وأول ملعب يكون بهذا الشكل. نشكر أمانة الدمام وبلدية رأس النورة على هذا الجهد الكبير الذي أصبح برأس النورة من أفضل الملاعب في المنطقة الشرقية. البطولة امتدت 3 أسابيع، ومثل ما شفتوا كان حصاد اليوم من صالح السوبر من مدينة الدمام. الهدف من البطولة هو التلاحم والتآلف بين الشباب، وجود منفس لهم كفرق حواري، وتشجيعهم بأن هذا ما يقومون به في الحواري إنه ممكن يصعدهم إلى مراتب أفضل، وإحنا مستمرين في هذه إن شاء الله. وأشكر كل من ساهم، رجال الأعمال الذي ساهموا على دعم البطولة، أشكر المحافظ على دعمه البطولة ومتابعته لسير العمل فيها، وأشكر المهندس صالح الملحم، أشكر كل من ساهم، ونتمنى بأنها ليست النهاية ولكنها البداية بإذن الله. الحقيقة حنا هنا في محافظة رأس النورة للأمانة كان ينقصنا مثل هذا الصرح العظيم، مثل هذه الملاعب، ولكن تحققت بفضل ومجهود محافظة رأس النورة ومدير البلدية، وهذا بتوجيه من الأمير سعود بن نايف حفظه الله. حقيقة بدأت هذه المنشأة وطلب منا الدعم، وحنا لن نتأخر في دعم مثل هذه الأنشطة سواء رياضية اجتماعية أو أي كانت، فكلنا للوطن، المال والعيال وأنفسنا كلها نقدمها للوطن. الشكر الجزيل للمحافظ محافظة رأس النورة والرئيس بلدية رأس النورة، رجال الأعمال الداعمين، أنا واحد منهم، ولكن فيه من يدعم وفيه من لهم جهودات واضحة في المحافظة، وهذا ليس غريب على أهالي رأس النورة، فأهالي رأس النورة يعتبرون بيت واحد بينهم مع المحبة والألفة ومساعدين، وأي كان في أي حاجة تلقى أهل رأس النورة كلهم مع بعض، وفي أي وقت تطلب من محافظة رأس النورة دعم حنا جاهزين بما نقدر فيه، ولن نتأخر مرة واحدة. أول حاجة فشكر جزيل لقناة الديم بجميع الكوادر اللي فيها، شكرا لك، وشكرا للمصور القدير، وشكرا للأستاذ فارس ولجميع الطاقم العاملين فيها. هذه القناة الوليدة الكبيرة التي ولدت صغيرة ولكنها كبيرة بمعطياتها، شكرا لتغطياتها في كافة المجالات في المنطقة الشرقية سواء الاجتماعية والثقافية. حقيقة أنا أعتقد هذه القناة يعني بيكون لها دور بارز في المنطقة الشرقية وجميع الفعاليات المقامة فيها. الأمر الثاني طويل العمر، فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، من قبل ومن بعد حققنا البطولة، بطولة بلدية رأس النورة، وأخذناها على ما قالوا من
فرق عريقة وبطولة تعتبر من أكبر البطولات اللي تقام في المنطقة الشرقية. شكر جزيل لمحافظ بلدية محافظة راس تنورة وأيضا لرئيس بلدية راس تنورة ولجميع الدوائر الحكومية حقيقة والتجار في وقفة حقيقة والتمام. المنظومة هنا في المنطقة في رحيمة حقيقة يفخر بها أي إنسان. نحن سعداء أن نجد مثل هذا الأمر، وهذا الأمر أنا أعتقد اللي قدمته بلدية راس تنورة هو امتداد لما قدمتها بلدية غرب الدمام وأيضا وسط الدمام وشرق الدمام وبلدية الخبر، وبتوجيهات مستمرة من الشخص اللي حقيقة أنا أشوف نحن محسودين عليه في المنطقة الشرقية وهو معالي أمير المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اللي حقيقة من سنة ونصف هو واضع يده في يد جميع الشباب ولاحتوائهم ولمهم في مثل هذا المحافل المتميزة لقضاء وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة. كانت بطولة مميزة حقيقة تعبنا اليوم. ألف ألف مبروك لي جميع فريق السوبر، كانوا حقيقة رجال من أول مباراة إلى آخر مباراة. هرد لك لفريق النجوم، الفريق أيضا الشاب الجديد متميز، قدموا معنا مباراة جيدة لم نكن بالشكل المطلوب اليوم، لكن الأهم أن احنا حققنا بطولة وكانت مهمة لنا حقيقة في بداية سنة جديدة، وإن شاء الله نطمح إلى ما هو أفضل في الأيام القادمة، خصوصا الآن تنتظرنا على أبواب بطولة من أقوى بطولات الشرقية، إن لم تكن هي الأقوى هي بطولة ورسالة. نحن نعمل جاهدين في هيئة اللجان المنظمة تقديم هذه البطولة بشكل مميز القادمة، لأن من يرعاها ويقف عليها هي أمانة المنطقة الشرقية، وإن شاء الله بإذن الله أنها بتكون بطولة على قدر المسؤولية. شكرا للأستاذ سعود مجرشي رئيس اللجنة المنظمة وأيضا ناصر خاتم وأيضا علي اليامي أبو مانع ولجميع الطاقم اللجنة المنظمة في هذه البطولة. شكرا لكم وجدد لكم الشكر ويعطيكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عمر عبد الرحمن المقرن مدير ميناء راس تنورة. يشرفني في هذه الليلة المباركة أن أتكلم عن مباريات السوبر في محافظة راس تنورة والتي لاقت النجاح والاستحسان من قبل الجمهور، وكان هذه الدوري مفخرة بالنسبة لراس تنورة حيث قامت محافظة راس تنورة بإيجاد جميع السبل لإنجاح هذه الدورة، إضافة إلى قيام بلدية راس تنورة بتجهيز هذا الملعب الجبار الذي يحتوي على جميع الإمكانيات الطيبة من تحسينات ومن أرضية ممتازة، إضافة إلى وجود عدة فرق من راس تنورة وكذلك من الدمام، فأدى نجاح هذا الدوري إلى حضور عدد غفير من المواطنين سواء من راس تنورة أو من خارج راس تنورة ولاقى استحسان الجميع. فأشكر محافظ راس تنورة على اهتمامه في خلق روح التنافس بين الشباب وكذلك الأخوان من خارج المحافظة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أود أهنى شباب المحافظة على إنشاء هذا الملعب والانتهاء منه من قبل بلدية محافظة راس تنورة، وهو في حقة الأمر يهدف إلى إتاحة الفرصة لشباب المحافظة ولأندية حواري المنطقة لممارسة هوايتهم الرياضية، وبالتالي فأنا أدعوهم إلى استغلال هذا الملعب بما ينفعهم ويخدمهم إن شاء الله.